إطلاق مشروع عالمي جديد تعاونا بين الفنان سعاد مرسي وفرقة كايروس لابس وقيادة باسم درويش والمايسترو سيباستيان مورد. المشروع عبارة عن إعادة توزيع أجمل أغاني سعاد مرسي بتوزيعات كايروس لابس. الحمد لله يا رب أدت نجاح قوي جدا في مصر الفترة اللي فاتت في العالم كله. بعد تور في القاهرة في ديسمبر ويناير اللي فات ناجحة جدا، وتور في أوروبا في مارس وأول أبريل قبل ما يجوا على طول، هتكمل في مايو الفترة الجاية. كايروس لابس فريق مصري ألماني مكون من 14 عازف، نص الفرقة تقريبا ألمان ونص الفرقة مصريين. أسلوبهم هو دمج الموسيقى الغربي ومحاولة تشريقها وتصويفها، فطبعا هي تجربة فريدة جدا ان اغاني معروفة وكلنا بنحبها وعارفينها كويس جدا زي اغاني سعاد، انها تاخد شكل جديد تماما. هيبقى مفاجأة كبيرة جدا 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 لكل هيتفرج بكرة على الحفلة ان شاء الله. احنا فريق مزيكا لينا شخصية موسيقية، لينا رسالة موسيقية. نمرة 2 يعني عندها جمهور بتاعها متعود يسمعها بشكل معين. نمرة 3 احنا هنضيف ايه؟ ثلاث أسئلة دول كان لازم يتجاوب الأول. أنا كنت متوقع حضراتكم تسألوا السؤال ده، يعني ثلاث حاجات دول كان لازم إحنا نجاوب عليها الأول، لأن أنا مش انترستد إن أنا أجي مصر وبعد كده في الآخر ما قدرتش حاجة. طبعًا لما قابلت سعاد واتكلمنا مع بعض لقينا إن في تجاوب غير عادي، وإحنا ابتدينا نشتغل من سنة بالظبط. اخترنا تركات كتيرة جدًا، عملنا عليها فلتريشن كتير، واشتغلنا عليها مدة يعني almost لو عدينا عدد الوقت اللي اشتغلنا فيها بيكون حوالي 5 شهور. اشتغلنا فيكتف شغل مع شغل سعاد، عشنا مع سعاد، عشنا مع جمهورنا، حللنا كل حاجتها، حللنا المسرح بتاعها، كل حفلاتها، هي اشتغلت فين، سنة كام، ايه الجمهور، عملنا تحليل عن احنا كألمان بنحاول يعني كمنتاليتي ألماني في الشغل، بنحلل كل حاجة بالظبط عشان رايحين فين بالظبط، نحس ان احنا نحاول نعمل حاجة جديدة، حاجة انترستنج. أتمنى إن يكون هيحصل. حجم الإبهار اللي هيحصل بكرة هو اللي هيتكلم عن المشروع نفسه، لأن المشروع هيبتدي بكرة، المشروع ما تعرفش بالنسبة للناس، وبداية نجاحه هتبتدي من بكرة، لأن اللي هيتسمع هيبقى جديد جدا 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 بالنسبة لجمهور سعاد وجمهور كايروس لابس. ومش هقدر أحرق المفاجأة، الناس هي اللي هتتكلم بكرة بعد الحفلة، أنا مش هقدر أقول ده. ثقتي في قدرات الفنانين اللي يعني بتعاون معاهم انا تسويقيا وفنيا بتخليني ضامن نجاح المشروع 100%. في خطه للمشروع هتبتدي تبان الفتره الجايه، مجموعه حفلات ثانيه في القاهره. احنا اول تعاقد احنا في الاوبرا ان شاء الله في بدايه السنه الجايه، مجموعه حفلات، وفي مجموعه حفلات في الوطن العربي وتجهيز لتورز في اوروبا وابعد من كده شويه ان شاء الله. المشروع ينجح اولا احنا كفنانين يكون هناك تجاوب، لقاء جميل، يكون الشغل في احترام، وهذا يتعلم مع هذا، يكون في ورشة شغل. ده بالنسبة لي نجاح، إن نكون خالصين مع الناس، مع الجمهور اللي يشوفنا، هذا لي نجاح. احنا بنحب الفن الحقيقي ودرسنا موسيقى، ولينا الشرف إن بنشتغل مع شيف أوركسترا وأستاذ والفنانين اللي معانا، فهذا هو الأهم لنا. وعنده يعني شغل يكون في المستوى المطلوب.